بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسقاط الدبابات جوا، هل تخطط الصين لغزو تايوان بهذه الطريقة السريعة والحاسمة في إطار الصراع القائم بين الصين وأمريكا، والذي ربما يندلع في أي لحظة، صراع اقتصادي، صراع عسكري؟ تحاول الصين أن تضغط بكل السبل على الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف تقدم الصين نحو قمة العالم. لمتابعة هذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. سيكون الجيش الصيني، أو ما يعرف بجيش التحرير الشعبي، قادرا على نقل دبابات القتال الرئيسية الصينية كاملة الحجم، وذلك قريبا جدا، على متن نسخة مطورة من طائرة النقل يي-22 التي يجري تزويدها حاليا بمحرك محلي هو الأول من نوعه. فكيف يمكن استحضار ذلك باحتمال غزو الصين لجزيرة تايوان؟ وكيف يمكن لذلك أن يمنح بكين خيار الدخول السريع بالقوة للجزيرة؟ المحرك الجديد لطائرة يي-20 الصينية يمكن أن يكشف الكثير. يقول تقرير لمجلة ذا ناشونال انترسيت الأمريكية إنه بحسب العديد من التقارير الإخبارية التي وردت في صحيفة جوبال تايمز الصينية المدعومة من الحكومة، شوهد محرك WS-20 الجديد الذي لم يعلن رسميا حتى الآن تزويد طائرات يي-20، وهو يستخدم في التحليق بالطائرة. وذكرت المجلة ومقرها بكين أن شركة شيئان المحدودة لصناعات الطائرات التابعة لشركة صناعات الطيران المصنعة لطائرة يي-20 نشرت صورة أظهرت محركا توربينيا ذا نسبة التفافية عالية لم يسبق رؤيتها من قبل. هذه صورة للطائرة يي-20 الصينية الخارقة ذات الإمكانيات الهائلة، والتي يمكن لها أن تحمل دبابات القتال وتسقطها بشكل مباشر على جزيرة تايوان. ووفقا للصحيفة، من شأن تزويد طائرة يي-20 بمحرك WS-20 الجديد أن يجعلها تعمل بقدرة دفع أكبر بكثير ووقود أقل، فضلا عن القدرة على الهبوط والإقلاع على مدارج أقصر. ومن المؤكد أن القدرة على العمل في ظروف أكثر قسوة تزيد السيناريوهات التكتيكية التي يمكن أن تساعد طائرة يي-20 على نشر القوات والمعدات والإمدادات والأسلحة، بل وحتى المنصات الكبيرة مثل الدبابات. كيف يمكن للصين نقل الدبابات بواسطة هذه الطائرات؟ هذا سؤال مهم بالفعل. ومن شأن القدرة على نقل دبابة القتال الرئيسية من طراز T-99 أن يكون مهما للغاية لأي شكل من أشكال المجهود الحربي البري، خصوصا أنه يتعين نشر دبابات الجيش الأمريكي M1 برامز في الخارج عن طريق البحر، ويؤدي النقل الجوي للدبابات الضخمة إلى تقليص الإطارات الزمنية للهجمات، ومن شأنه أن يمكن قوة ميكانيكية ثقيلة من توجيه الضربات بجدول زمني مختلف كثيرا. وتفيد صحيفة جوبال تايمز بأنه باستخدام المحرك المصنع محليا يمكن لطائرة يي-20 أن تصبح قادرة على خوض الرحلات طويلة المدى أو العابرة للقارات أثناء حملها معدات ثقيلة مثل دبابات القتال الرئيسية دون توقف في مطار ترانزيت لإعادة التزود بالوقود. ويستند تركيز الجيش الأمريكي الهائل على إمكانيات انتشار قدرات الرد السريع في جزء كبير منه على الحقيقة اللوجستية التي تفيد بأن المركبات الميكانيكية الثقيلة مثل الدبابات إبرامز ببساطة لا يمكن نقلها جوا. هنا يأتي سؤال أيضا، هل يكون إسقاط الدبابات جوا جزءا من خطة الصين لغزو تايوان، هذه الجزيرة المهمة جدا ذات الموقع الاستراتيجي والتي تعد نقطة فاصلة خلافية ما بين الصين وأمريكا والغرب بشكل عام؟ وتساعد هذه الظروف على توضيح السبب الذي يدفع الجيش الأمريكي لإسراع الخطى نحو الحصول على دبابة خفيفة يمكن إسقاطها جوا ضمن برنامج القوة النارية المحمية المتنقلة. ففي حال
وجدت تهديدات كبرى أو أصبحت هناك حاجة ملحة لحرب برية واسعة النطاق، سيكون إحضار قوات مدرعة للمعركة أولوية فورية. هذه صورة للدبابات الصينية من نوع T-99. يؤدي هذا التطور إلى استحضار تايوان في الذهن على الفور، نظرا إلى أن القدرة على النشر الجوي للدبابات T-99 الصينية يمكن أن يمنح القوات الصينية المهاجمة خيار الدخول السريع بالقوة، وربما تكون متبوعة بصورة قريبة أو مصحوبة بنوع من الهجوم البرمائي. وبطبيعة الحال يمكن لطائرة النقل الحاملة للدبابات والمتنقلة من البر الرئيسي للصين إلى تايوان أن تسافر بشكل أسرع بكثير وأقل لفتا للأنظار من السفن الناقلة للدبابات، بل وقد يكون هذا، وهو أمر محتمل جدا، جزءا من السبب الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك لبيع دبابات أبرامز لتايوان، فهي طريقة واضحة لتمكين وجود دفاع مدرع ضخم ضد أي غزو صيني محتمل، فلربما يعيق أو يبطئ وجود دبابات أبرامز على جزيرة تايوان أي غزو بري صيني لفترة طويلة، بما يكفي لإتاحة الوقت لتدخل الجيش الأمريكي، لأن تايوان تعتبر مستعمرة أمريكية وأمريكا موجودة على أعتاب الصين من خلال هذه الجزيرة. هل تستطيع أمريكا منع الصين من غزو تايوان؟ سؤال مهم. يقول تقرير سابق نشر في مجلة The National Intercept الأمريكية إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا حتى تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن مثل هذه الحرب ستكون أمرا سيئا لها، فقد أظهرت مناورات الحرب الأخيرة التي أجراها البنتاغون ومؤسسات العسكرية أن صداما عسكريا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خاصة حول قضية تايوان من المرجح أن يؤدي إلى هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي محاكاة للحرب بين الولايات المتحدة والصين، قال المحلل في إحدى المؤسسات العسكرية ديفيد أوشمانك بصراحة إن أمريكا قد ضربت يعني بطريقة مذلة. وأوضح أوشمانك أنه إذا حشدت الصين كل قدراتها للاستيلاء على تايوان فيمكنها أن تحقق هدفها في فترة زمنية محدودة تقاس بالأيام لا بالأسابيع. وقال إن السبب هو أنه ليس فقط لأنهم سيهاجمون القواعد الجوية في المنطقة، سوف يهاجمون حاملات الطائرات في البحر، وهنا يقصد حاملات الطائرات الأمريكية، سوف يهاجمون مستشعرات أمريكا في الفضاء، وسوف يهاجمون روابط اتصالاتها التي تمر إلى حد كبير عبر الفضاء. تعلق المجلة قائلة ربما تقلل المناورات وألعاب الحرب وعمليات المحاكاة من قدرة أمريكا على الهجوم المضاد أو المبالغة في تقدير قدرة الصين على تنفيذ العمليات العسكرية. ربما تستطيع أمريكا في النهاية صد هجوم الصين على تايوان، لكن مثل هذا الانتصار سيكون له ثمن باهظ بشكل مذهل للبلد. هل بالفعل يمكن أن تكون تايوان هي شرارة الحرب العالمية الثالثة بين أمريكا والصين؟ هناك احتمالات كبيرة تقول ذلك. وكلمة السر لاجتياح الصين لتايوان هي إسقاط الدبابات جوا وتحقيق المفاجأة المذهلة. متابعين الأعزاء، أتمنى أن أكون قد أوصلت الصورة لحضراتكم، وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.